وفي هذا الخبر رح نسلط الضوء على موضوع لم نطرحه مسبقا، وهو دور القانون في صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في السينما والأفلام الكرتونية. سلسلة من الحقوق تبدأ بصانعي الشخصية والمؤلف وفكرة المحتوى وحقوق المبيعات والامتياز. للحديث أكثر نرحب معنا عبر سكايب أستاذ محمد الحسن، محامي ومتخصص في الإنتاج والملكية الفكرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ محمد، لما نقول الاعتبارات القانونية في صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، إيش نقصد فيها؟ طريقة توضيح بشكل عام هي توضيح وحماية لجميع الحقوق، سواء كانت ملكية فكرية أو تعاملات مدنية أو تجارية بين الأطراف. على سبيل المثال بين المنتج والكاتب مثلا، أو بين شركة الإنتاج والعاملين في الفيلم نفسه. طيب خلينا يعني نشرح أكثر أستاذ محمد، يعني لما نقول عن إنه الشخصيات الكرتونية والأفكار الرسوم، كل هذه الأمور تخضع إلى حماية قانون ونظام يعني تحمي فيها حق المؤلف. خلينا نوضح للمشاهدين كيف ممكن حماية العلامة أو صناعة العلامة السينمائية. أولا، النظام المعني في حماية الملكية الفكرية في الصناعة السينمائية هو نظام حماية حقوق المؤلف عن طريق تسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أو عن طريق إثبات ملكيتها عن طريق إرسالها للبريد الإلكتروني، أو إثبات ملكيتها بطريقة أو بأخرى. وبالإضافة على ذلك، أن الحماية تسري على الفيلم بكل تفاصيله، مثلا الصوت ومقاطع المرئية، تصاميم الديكور والسيناريو وغيره. أستاذ، العلامة التجارية أيضا، تفضل. العلامة التجارية أيضا يعني تحمي التصاميم المتخذة لأشكال مميزة مثل الشعارات والشخصيات الكرتونية وغيرها. من أجل التسجيل أيضا لابد من أجل الحماية لابد من تسجيلها. طيب أستاذ محمد، أنا راح أسألك عن شيء عندنا إحنا في السعودية، خاصة إحنا قاعدين نشوف الفترة هذه تطوير في صناعة الأفلام في السعودية مساراتها المتنوعة، وأبرز القضايا القانونية فيها إيش ممكن تكون؟ القضايا الحقيقة هي متنوعة، ولكن أبرزها هي الملكية الفكرية، سواء كانت مالية أو أدبية، بسبب استغلالها واستخدامها دون إذن كتابي أو نسبها للغير بدون إذن لذلك. طبعا في حقين، يعني المالي والأدبي. المالي مثلا ما استلم الحقوق المالية له، والأدبية أنه تم شطب اسمه من الحق الأدبي أو من حق الملكية الفكرية، سواء كان سيناريو يشيلون اسمه ويحطون اسم آخر. ومن القضايا الثانية القضايا المالية اللي تتعلق بتعاملات سواء مدنية أو تجارية أيضا، تكون بين الأطراف سواء شركات أو أفراد.